وصلت لهذا الشهر أخي. شو هدول أخي؟ 3500 ليرة؟ هالشهر كان الشغل دائر. وشو بدنا يكفوا هدول؟ مصطفى، بدنا ندبر حالنا، بلكي هالكم يوم بتحسن الشغل. لا أخي هيك ما بمشي حال معي. إذا فاتورة موبايلي 2500 ليرة شو بضل لي 1000 ليرة؟ شو بدي أعمل فيها؟ مجدرة بلا زرافتك هلا. مصطفى خلص بقى اتركيه. ليك مصطفى، لا عم بتظارف ولا عم خفف دم. المنشرة هي طالعت هذا الشهر، وفاتورة موبايلك أنا مالي مسؤول عنها. لا هيك صار اسمه وقاحة. ها مصطفى خلص بقى، يعني شو بده يعمل أكتر من هيك؟ ما بكفي هالك حاله بالشغل مشاننا كمان نتغنج عليه؟ أيوة أصلا هذا الحكي هو اللي مكبر له راسه. مصطفى اسمع أنت، إذا ضاربني بالنية إنك عم تصرف على البيت قلت لك 1000 مرة، هالشغلة كلها على بعضها مو عاجبتني. والله لقي لك شغلة تانية تعجبك. ليك ولا الزام حدودك أحسن لك، هاولا تكبر بالحكي. حدودي أنا بعرفها منيح، بقى فكر شو بدك تعمل يا حضرة المهندس. ليك ولا ضب لسانك بحلقك أحسن لك، عم تفهم؟ لك نزل إيدك أحسن لك، ما نزل إيدي. يلا بابا عيب عليكم، والله العظيم عيب عليكم، شو صار لكم يعني؟ ماشي أختي، هدول رح آخذهم لأنه مالك مني فيهم، هدول حقي أنا بتصرف. لك روح مصطفى، مصطفى استنى شوي حبيبي، استنى شوي. شو أختي؟ خذ لك هدول، انا ماني بعازتهم، خذ حبيبي. ما بدي. الله يخليك وحياتي خذهم. خلاص اختي ما بدي، عم يعني خجلان مني؟ خلاص انا بهالكم يوم بقبض معاشي وكمان بعطيك، شو بدك انت مسيك؟ شو بقى كرمالك؟ ها ايه كرمالي. وليك لا لك المسا بدي احكي معك، ده موضوع ضروري. ها خلاص اختي انت بتموني. ايه حبيبي خاطري. الله معك، مع السلامه، الله ييسر.